بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن كابلات كي بي اي سولار كيبل، هكلمكم عن كابلات شركة كي بي اي. طبعا دي شركة ألمانية ميد ان جيرماني. الشركة الألمانية دي طبعا بتنتج كابلات خاصة بالسولار، متخصصة في كابلات السولار انرجي، بتطلع كابلات. هتلاقي الكابلات دي معظمها تقريبا ستاندرد، هتلاقي لونها احمر ريد او بلو ازرق او لونها اسود، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي. طبعا من الحاجات المهمة جدا لازم تقرأ الشركة بتكتب ايه عن نفسها، بتصنع ازاي، ايه قدرتها، التعامل معاها بيتم ازاي، ده كله لازم حضرتك تبقى عارفه. فاحنا بنتكلم على شركة كي بي اي سولار. طبعا شركة كي بي اي سولار تمام دي متخصصة في تصنيع الالكتريكال وايرز اند كيبل، يبقى هي سبيشالايزد ان مانيفاكتشرنج الكتريكال وايرز اند كيبلز. طبعا في محاضرة احنا شرحنا فيها موجودة على اليوتيوب، عنوانها كل ما تريد معرفته عن الكابلات، شارحين فيها الفرق بين الوايرز والكيبل. بس الشركة دي متخصصة في الواير والكيبل فور الفوتوفولتيك تمام، المكونات الخاصة بالأنظمة الشمسية والأوتوموتيف والهاوس هولد أبليانسز إندستري، يعني هي شركة متخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربية الخاصة بالخلايا الكهروضوئية، وكمان بتشتغل في صناعة الكابلات الخاصة بالإلكتريكال فيكل أو السيارات الكهربية، وبتشتغل في الكابلات الخاصة في صناعة الأجهزة المنزلية زي ما احنا شايفين. طبعا هو بيقول all our plants are certified according، طبعا لازم عشان اخد السيرتيفيكيشن بياخدوا شهادة الايزو تي اس 16949، ايزو تي اس 16949 ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل الشهادة دي. طبعا هو بيقول وي مانيفاكتشر اباوت، هم بيصنعوا 1.5 مليون كيلو متر تمام من الاسلاك والكابلات، ويز 20,000 طن اوف كبر من النحاس بريير. هو بيصنع تقريبا 1.5 مليون كيلو من الاسلاك والكابلات من خلال 20,000 طن من النحاس سنويا. طبعا مهم جدا تقرا الكلام بتاع التفاصيل الخاصه بالمصنع او بالكابل، على اساس ان انت لما تروح ان شاء الله للاستشاري ويسالك انت والله ليه يعني بتستخدم كابلات كي بي اي تمام، بتبدا تدي له الكابلات دي ايه مزاياها، ايه السيرتيفيكيت اللي انت او الشركه حاصله عليها على اساس ان هي تؤهل ان انا بستخدم الكابل في المشروع. طبعا ده بيغطي الستاندرد كيبل البي في كيبل فورد دايركت بيرل، اللي هو الكابلات اللي بتستخدم في الدفن المباشر يا شباب، كابلات الدفن المباشر اللي هي بنسميها دايركت بيرل، and voltages up to 1500 فولت. هو بيشتغل تمام او بيغطي مجموعه منتجات كي بي اي للطاقه الشمسيه، بتغطي الكابلات اللي بتستخدم في الدفن المباشر، وكمان بتغطي لحد 1500 فولت. هو حاصل على التي يو في اللي هي الشهاده المعروفه او الستاندرد المعروف، وحاصل على الانترناشونال ستاندرد، والكلام ده هنبدا نشوفه دلوقتي ونشوف الشهاده اللي هو واخدها التي يو في تمام الخاصة بشركة كي بي اي سولر تمام. طبعا الكابلات دي سيوتابل فور انستوليشن ان البي في باور بلانتس، هي اقدر استخدمها في التركيبات الخاصة بالانظمة الكهروضوئية، اقدر استخدمها في الهارنس او انظمة السقف، اقدر استخدمها في البانل مانيفاكتشرر الناس المصنعين للوحات تمام، عشان تقدر تمام تلبي كل توقعات من الديستريبيوترز او الموزعين اللي موجودين عندي في السوق، على اساس ان انا اقدر كمان انافس في السعر. هما بيقولوا ان والله الاسعار بتاعتنا تمام او الانتاجيه بتاعتنا بتتحسن كل شويه عشان اقلل في التكلفه الخاصه بالكابل. طبعا الكي بي اي سولار كيبل تي يو في زي ما قلنا سيرتيفايد اند يو ال ليستد، يبقى انت الاستشاري هيبدا يسالك هل الكابل الخاص بكي بي اي سولار هل ده واخد شهادة يو ال؟ هو واخد شهادة الاندر لابوراتوري تيست او بيسموها اليو ال ليستد. يبقى لو انا سألتك هل الكابلات دي واخدة يو ال او هل هي يو ال ليستد، ايوه يو ال ليستد.
طبعا بيتوفر منها اقطار تمام وكروس سكشن اريا بمساحات مختلفه تتوافق مع السوق. فهم بيقولوا والله كي بي اي سولار كيبل ار افيلبل ان ميني ديفرنت اوتر ديامتر. الاوتر ديامتر اللي هو القطر الخارجي ده بيكون عندي كذا قطر خارجي او كذا كروس سكشنال اريا زي ما احنا هنشوف، لان احنا هنقيس الكابل بمساحه مقطع الكابل. ده بيخليه متناسب مع معظم الكونكتورز المواصلات والجانكشن بوكس، زي ما احنا عارفين ان هو هيستخدم من ناحيه الجانكشن بوكس مع اللوحات او السولار بانلز بتاعتنا، فهو لازم يبقى باقطار مختلفه تتناسب مع الجانكشن بوكس والكونكتورز. طبعا هنا بندخل على الجزء المهم جدا، الكوندكتور نوعه ايه؟ هو بيستخدم النحاس تيني كابرت تمام، طبعا حسب الكود IEC 60228. الانسيوليشن بتاعه بيستخدم الكروس لينكد تمام سبيشال بولي ريسيستنس، وبيستخدم الهالوجين فري والويلز، وهو اصلا بيستخدم الويزر اند اليو في ريسيستنس، هو مقاوم للعوامل الجويه، وكمان الاوزون ريسيستنس تمام. ده الماده اللي بتصنع منها الانسيوليشن اللي هو العزل. يبقى الكوندكتور اللي هو الموصل بيستخدم اي سي يو تمام، او بيستخدم التيني كبرت. هنا الجاكيت برضو الطبقه الخاصه بالجاكيت الطبقه الخارجيه بتستخدم نفس الماتيريال اللي بيستخدمها في عمليات الانسيوليشن بسيكنس مختلفه. مهم جدا بيسالك الاستشاري، طيب التمبريتشر رينج هو بيستخدم من سالب 40 سيليزياس لحد موجب 90 بحيث يتناسب مع الدول الحارة. في دول بيبقى درجة الحرارة بتوصل 50 و60 في الصيف، فالتمبريتشر رينج لازم تعمل عليها هايلايت كده، ويكون الاستشاري عنده فكرة ان دي بتتحمل درجات الحرارة العالية. الفولتج ريتنج طبعا هو بيستخدم هنا في حالة الفولتج ريتنج الانسيوليشن العزل بتاعه 600 على 1000 في حالة الكابلات، او في حالة الجهد الاي سي بيستخدم في حالات الفولتج الاي سي فولتج تمام، وبيستخدمه لحد 1800 فولت دي سي في حاله الدي سي كيبل. يبقى انا لو استخدمت اي سي كيبل منها تمام، يبقى انا في عندي من 600 الى 1000، ده الانسوليشن بتاعي تمام. هنا الفولتج ريتنج الخاص بالدي سي بيوصل لحد 1800 فولت دي سي تمام، خاص بالجزء الخاص بالدي سي. طبعا الفليم ريسيستنس هو فليم ريسيستنس تمام، هو مقاوم للهب حسب الـ EN 60332. والكلر في منها يا شباب زي ما قلنا كده في الصورة الأولانية، في منها أسود بلاك وريد وبلو، بلاك وريد وبلو. لو رجعت هنا في عندي أدي البلاك أهو، ده الكابل البلاك، في عندي ريد، في عندي بلو، بحيث أنت لو أنت في السوق هتلاحظ إن هي دي الألوان اللي بيتصنعها شركة كي بي إي تمام. بعد كده هتلاقي الجايد لاينز والسيرتيفيكيت، هو زي ما قلنا او هنشوف دلوقتي هو واخد شهاده التي يو في تمام، السيرتيفيكيت بتاعته. البرينتنج هو بيكتب بقى كي بي اي سولار بيبقى مكتوبه كده، وبعديها كاتب بي في مثلا 1، ويدي لك الموديل بتاعه، وبيدي لك الكروس سيكشن اريا. لو احنا شفنا تمام زي كابلات الاي سي، هنلاحظ هنا ان انا بشتغل على الطرف الايسر ده الكروس سيكشن اريا، ده اللي يهمني يا شباب، وده بيقاس بالمليمتر تربيع سكوير. ايه الكابلات المتاحه من شركه كي بي اي سولار؟ زي ما احنا كنا عارفين في الفتره اللي فاتت في ستاندرد في الكروس سكشن اريا، لازم تبقى حافظ كويس الارقام دي. في عنده كابلات 2.5، وبعديها في 4، وفي 6، يعني مفيش 8 مثلا، لا في 6، في بعد كده 10 تمام، 16، 25، 35، دي الكروس سكشن اريا اللي بتنتجها شركة كي بي اي سولار. يبقى نحفظ مع بعض تاني، 2.5 مهم جدا لمهندسين الطاقة الشمسية ومهندسين الكهرباء، يبقى عارف الكروس سكشن اريا بتاعة الكابلات وحافظها كويس جدا، زي الراجل بتاع ميكانيكا بيبقى حافظ اقطار البايبس او المواسير اللي هو بيستخدمها. في عندي 2.5 نحفظ مع بعض، 2.5 و4 تمام و6، 2.5 ما فيش حاجة في، يعني مثلا ايه ما فيش 5 مثلا، واحد يقول لك مساحة مقطع الكابل اللي انا استخدمه 5 ملم تربيع، ما فيش اصلا 5 ملم تربيع تمام. 2.5 4 6 10 تمام 16 25 35، ده الافيلابل من شركه تمام شركه كي بي اي سولار. طبعا هنا بتحدد الكوندكتور ديزاين اللي هو بيدي لك الفاي بتاعه، وعدد
الوايرز او الاسلاك اللي موجوده داخل الكابل، وبعد كده بيدي لك الريسيستنس، الريسيستنس بالملي اوم للمتر، تمام. وبعد كده يدي لك الانسيوليشن سيكنس اللي هي بتاعت او تخانه العزل بالملي متر. طيب دي المينيمم انسيوليشن سيكنس، ده الانسيوليشن، خلي بالك الطبقه بتاعت العزل. يبقى انا عندي الكوندكتور اللي هو النحاس، بعد كده الانسيوليشن اللي هو العزل، بعد كده الجاكيت، الجاكيت سيكنس، تمام، بيديني تمام المينيمم جاكيت سيكنس بتاعه. الاوتر فاي اللي هو القطر الخارجي اللي انا بقيس بيه، وزي ما قلت ارجع لمحاضره كل ما تريد معرفته عن الكابلات لان شارح الجزئيه دي بالتفصيل. الوزن مهم جدا، بيبقى كام كيلو جرام لكل كام كيلو متر. يعني مثلا لو احنا رحنا جبنا الكابل ال 10 ملي متر تربيع، هتلاقيه عباره عن 120 كيلو جرام للكيلومتر. يعني انت لو جبت كيلو متر من الكابل ده هتلاقيه بيوزن 120 كيلو جرام. طبعا انت لما بتيجي تطلب من شركه كي بي اي ده الايتم نمبر، لو انت عايز الكابل الاثنين ونص او عايز الكابل الاربعه، شايف هنا الاثنين ونص هتلاقي ايه 730، اثنين ونص اهي اللي هي كام؟ حاطط لك 0.25، بعد كده 730 دي 400 دي اللي هو 4 مين؟ 4 مللي، بعد كده 6 مللي، بعد كده 10 مللي، مليمتر سكوير، خلي بالك مليمتر تربيع ام ام سكوير، تمام؟ 16 مليمتر تربيع، 25 مليمتر تربيع، 35 مليمتر تربيع. يبقى تاني في منه في السوق 2.5 مليمتر تربيع و4 مليمتر تربيع و6 مليمتر تربيع و10 مليمتر تربيع و16 مليمتر تربيع و 25 ملم تربيع و 35 ملم تربيع. طبعا هنا بيقول لي الاستخدام، هو بيستخدم ال 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 في عنده تو موديل، حاجه اسمها بي في 1 اف كيبل، تمام، ده بيستخدمه في الجنرال يوز. طبعا ده نوت يوزابل فور دايركت بيرل، يعني انا في الدفن المباشر ما بستخدمش الكابل اللي هو كي بي اي بي في 1 ده، تمام. امال ايه؟ انا بريكومند الكي بي اي سولار دي بي في حاله الدفن المباشر. هي الشركه بتطلع تو موديل بي في 1 وبتطلع دي بي، في حاله الدفن المباشر بنستخدم الدي بي، او هم بينصحوك باستخدام الدي بي، تمام، الموديلات بتاعت الدي بي من الكابل ده. طبعا هنا زي ما احنا بنشوف ادي السيرتيفيكيت، الشهاده اللي هم واخدينها من التي يو في، وادي الختم اهو الناس سيرتيفايد. وهو بيقول لك اهو، فاكر لما انا شرحت لك قلت لك والله الموديلين اهو تي بي او بي في، عفوا بي في 1 اف، واخد هو تصريح او واخد الشهاده للكابلات ال 2.5 ملم تربيع و4 ملم تربيع و6 ملم تربيع و10 و16 و25 و35 ملم تربيع. طبعا هو واخد كي بي اي سولار، وفي حاجه اسمها كي بي اي سولار فيرجن 2 واخد ليها للاثنين ونص والاربعة وللستة بس. لو انت لاحظت اتنين هنا اهي، هي الاتنين اللي هنا دي اللي هو الفيرجن 2 اللي هو الاصدار الجديد بتاعه، وده اعتقد ان هو اللي هيستخدم فيه الكي بي اي سولار دي بي، دي بي اللي هو الدايركت بيرد بيرل او الدفن المباشر. زي ما احنا شفنا في حالة الاي سي بيبقى الانسيوليشن 600 على 1000، خلي بالك 600 على 1000 فولت، تمام. وفي حالة الدي سي اقدر استخدم لحد 1800 كيلو فولت، ده كله بيبقى موجود في الشهادة. والتمبريتشر من سالب 40 قلنا لحد موجب 90 درجة سيليزيوس، مهمة جدا 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 جدا، تمام. وبيدي لك الالوان بتاعته بتاعت الكابل بالتفصيل اللي بتطلع من السوق. يبقى النهاردة كنا بنتكلم طبعا تابع لكورس تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهروشمسية اللي هو البي في ديزاين أند انستوليشن، في جزئية بنتكلم فيها عن كابلات المستخدمة في حالة السولر اللي هي أحد المصنعين، تمام، دي شركة ألمانية اسمها كي بي إي سولر، وقلنا الكي بي إي سولر كيبلز واشتغلنا على الكتالوج بتاعهم. طبعا أنا الكلام ده أنا واخده من بي دي اف، هيبقى موجود ان شاء الله مع الفيديو، هتلاقيه مكتوب عليه كي بي اي سولر، ده منزلاه الشركه اهو، تمام. ادي كي بي اي، كي بي اي سولر، تمام، شركه المانيه. انا خدت كل الداتا اللي موجوده في الشركه بحيث انت تفهمها كمهندس. خدنا الجزء ده اللي هو بتاع الانسيوليشن والجاكيت والكوندكتور والتمبريتشر، ووضحناه لحضراتكم، وشفنا ايه مساحات المقطع زي ما قلنا كده اللي بتنتجها الشركة،
زي ما قلنا هو بينتج 2.5 ملم تربيع واربعة وستة وعشرة وستاشر وخمسة وعشرين و35 ملم تربيع. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية. السلام عليكم ورحمة الله.